إلى أحوال المجتمع الآن، تتجه الكثير من العائلات الجزائرية قبل أيام قليلة من دخول الشهر الفضيل إلى الأسواق الشعبية لاقتناء مختلف الأواني المنزلية، شهر تجد فيه ربات البيوت الفرصة لاقتناء مستلزمات المطبخ. التفاصيل مع ليليا داود وطرق دريدي. مع اقتراب الشهر الفضيل تتجه العديد من ربات البيوت نحو الأسواق ومحلات بيع الأواني، صحون، ملاعق، سكاكين وغيرها هي قائمة من الأشياء التي تحرص بعض النسوة على شرائها. الناس راهم شغل يحوسوا على المعن هادو وكذا يبريبارو رمضان، راه كاين بزاف عباد يجونا لهنايا وقايت كرام يحوسوا على المعن شغل سورتو في لا بيريود هادي شغل زاد تما الناس كاع راهي شغل تبريباري رمضان وكذا. العديد من المواطنين يفضلون هذه الأسواق الشعبية على الفضاءات التجارية الكبرى. Les prix, bien sûr, les prix c'est différent. Les grandes surfaces, الحطة وكذا منها. ما مع الشريعة. بالك les grandes surfaces يشرو بالغلا وكذا. عادة ربات البيوت في التسوق أياما قبل رمضان تتجسد عند أستاذة اللغة الإنجليزية نصيرة التي تقوم بشراء ما تحتاجه من أواني منزلية. ولا غيجي صافي نطول نحل في راجلي باش يجيب لي نقدي. واليوم باسكو انا جو ترافاي شو بروفيت على اليوم باش نجي نقضي رمضان. من داك تحبي مانيش عارفه تحبي كل حاجه جديده، ماشي باسكو جديده باسكو عندك رمضان كيدخل لك ماذا بك لي زانفيتي يجوك ضياف، تحبي تقضي حاجه شابه حاجه جديده ما هو زعما خصوك شو تبروفيتي زعما او جاي رمضان بلا غيخلي لا ديرنيغ مينوت باش نشري زعما كسونه جديده ما عن سيرفيس. الاستعداد لشهر رمضان على اختلاف عادات العائلات الجزائريه يمثل فرصه لتجديد وتجهيز المنزل.